حقق المنتخب الوطني فوزه الأول في المباريات الودية على حساب منتخب الطوغولي المحلي. سجل الأهداف المنتخب الوطني كل من إسلام سليماني هدف، وسجل الهدف الأول رامي بن سبعيني، والهدف الثالث سجله رامي بن سبعيني، وبذلك حقق المنتخب الوطني أول فوز ودي تحضيري لكأس أمم إفريقيا 2024 بساعي العاج. نذكركم بشريط الأهداف: رامي بن سبعيني سجل ثنائية لهذه المباراة، وإسلام سليماني سجل هدف واحد. الهدف الأول كان من ركنية توزيع أدم الناس على رأس رامي بن سبعيني، وهدف رائع. أما الهدف الثاني كان لعبة جميلة بين كل من أدم الناس وإسماعيل بن ناصر وأيت نوري، ثم تعود الكرة لإسماعيل بن ناصر، رفع الكرة إلى رأس إسلام سليماني ولعب الثاني. أما الهدف الثالث كانت ركنية نحو رأس رامي بن سبعيني والهدف الثالث، وبذلك يحقق المنتخب الوطني الفوز الأول في المباراة الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا بساحل. Go! My dad, it's a man. Go! My dad, it's a man. Let's go. It's a man.